Methods of separation of mixtures بعد الكروماتوغرافي تيجي الفلتريشن. الفلتريشن ده تكنيك بنستخدمه عشان خاطر نفصل بي insoluble solid from a liquid or from a solution. يبقى الفلتريشن is used to separate an insoluble solid from a liquid or a solution. Insoluble solid from a liquid or a solution. Example, مثلا عاوزين نعمل separating sand from water أو salty water like sea water. يبقى هنا example, separating sand from water, the liquid أو salty water, ده كده solution. ممكن برضو زي الاكزامبل اللي في الصورة choke from water, يبقى احنا نعمل separating للchoke from water, برضو ده example تاني. طيب الستبس بتاعت الفلتريشن بتبقى number one ان احنا نعمل filtering of the solid اللي هو sand او choke. يبقى هنا filter of solid, وده بيتم ازاي؟ بان احنا بنجيب conical flask اللي هو الفلاسك, وبنجيب بعد كده filter paper نحطها على filter funnel. يبقى filter funnel نحطه على الناك بتاع conical flask وعليها filter paper, وبعد كده بنعمل pouring للسوليوشن اللي جواه السوليد. طبعا السوليد particles can't pass through filter paper, دي بتبقى بالنسبة لي الريزيديو اللي هي solid left on the filter paper, واللي بيباس من filter paper هي السوليوشن أو هو السوليوشن أو الليكويد اللي هو هنا like water, ده اسمه filtrate. يبقى احنا عندنا two terms, residue filtrate. Residue ده اللي هو solid left on filter paper, أما الفلتريت ده اللي هو الليكويد أو solution which passes through filter paper. Liquid which passes through filter paper. يبقى أنا بالنسبة لي sand أو الشوك هو الريزيديو, وبالنسبة لي الwater أو salty water هي الفلتريت. كده دي أول step اللي هي الفلتريشن. تاني ستيب بعد الفلتريشن او بعد اول ستيب ما خلصناه, نعمل واشنج للريزيديو. يبقى ستيب نمبر 2, واش ذا ريزيديو وذ ديستيلد ووتر. فهنا في برضو تو كويستشنز, نمبر 1 احنا ليه بنعمل واشنج, نمبر 2 احنا ليه بنعمل واشنج بالديستل ووتر بالذات, ليه مش تاب ووتر فور اكزامبل. طيب الواشنج ده عشان تو ريموف سوليبل امبيوريتيز, تو ريموف سوليبل امبيوريتيز. يعني انا لو عندي امبيوريتيز موجوده على الريزيديو فانا بعمل واشنج للريزيديو عشان اشيلها اي سوليبل امبيوريتي. اما ليه تاب ووتر ما تنفعش ولازم ديستل ووتر, لان الديستل ووتر doesn't contain any dissolved salts. يبقى هنا doesn't contain any dissolved salts, لأن ما ينفعش نعمل washing للresidue بتاب water فيها salts. يبقى أنا كده ما عملتش حاجة. طيب بعد ما خلصت الwashing اللي هي step number 2, لأن الفلتر هي أو الفلتريشن هي step number one, بنبتدي بعد كده نعمل drying للresidue. يبقى step number three, بنبتدي نعمل dry the residue. الdrying ليه كذا طرق أو ليه كذا طريقة. number one, أنا ممكن أعمل leave to dry in a warm place, in a warm place, وممكن a dry in an oven, dry in a warm oven.
تكون اوفن فورن درجة حرارته يعني مثلا نقول 25-30 درجة، تكون دافية warm oven. وممكن نعمل drying between filter papers، between filter paper، وممكن نعمل drying on a window sill، dry on a window sill أو window ledge. دي الاوبشنز اللي موجودة للدراينج. يبقى احنا دايما الستبس بتاعت الفلتريشن هتبقى 3 ستبس: فلتر، واش، اند دراي. فلتر، واش، اند دراي. يبقى انا لو شفت سؤال فلتريشن ب 3 ماركس يبقى انا الستبس بتاعت الفلتريشن بتاعتي هتبقى فلتر ادي 1 مارك، واش ادي سكند مارك، ودراي ادي ثيرد مارك. ولازم يكون الميثود اوف دراينج منشند، يعني مثلا تقول ليف تو دراي ان وورم بليس، دراي ان وورم اوفن، دراي بتوين فلتر بيبرز، اي واحده من الميثودز اوف دراينج اللي احنا قلناها دي كده 3 ماركس. ان كيس ان في كويستشن جالك وبيقول ان ا ستودنت فلترد الساند من مثلا سولتي ووتر، وات اكسترا ستيبس should the student carry out in order to obtain pure sand. في الحالة دي هنكمل ال two steps اللي هما washing and drying، وهتبقى السؤال كده ب two marks بدل three، هيبقى two marks. دي كده الفلتريشن. عندنا بعد كده بقى الكريستاليزيشن، ودي تاني method بعد الفلتريشن النهاردة نقولها كريستاليزيشن. طيب الكريستاليزيشن بنستخدمها ليه؟ الكريستاليزيشن بنستخدمها to obtain solid crystals من solution from a solution. يبقى لما أكون محتاج أطلع solid crystals من solution أقدر إن أنا أستخدم الطريقة اللي هي اسمها كريستاليزيشن. طيب الثري ايمجز اللي موجودين في السلايد هنا، اول واحد فوق ده اللي هو CuSO4 aqueous، ده اللي هو copper 2 sulfate solution. يبقى ده copper 2 sulfate solution، وده solution لونه blue، يبقى ده blue solution. اللي تحت على اليمين ده بيبقى اسمه hydrated copper 2 sulfate crystals، يبقى hydrated copper 2 sulfate، وده لونه بلو crystals، هي solid crystals، والفورملا بتاعته CuSO4.5H2O solid، يعني هو crystals جواها ميه. كلمة hydrated يعني contains water، hydrated يعني contains water. اما اللي على الشمال ده، ده عبارة عن ايه؟ anhydrous copper 2 sulfate، anhydrous copper 2 sulfate. الanhydrous copper 2 sulfate ده لونه white وبيبقى الفوم بتاعته powder. طيب الفوم اللي بتاعته بتبقى CuSO4 solid، ده بيبقى powder لونه white واسمه anhydrous copper 2 sulfate. طب الكريستاليزيشن بقى بتطلع انهي solid من الاثنين، الوايت powder ولا البلو crystals من السوليوشن اللي لونه بلو؟ الكريستاليزيشن الحقيقه انها بتطلع الهايدريتد copper 2 sulfate crystals اللي لونها بلو من السوليوشن، يبقى دي الكريستاليزيشن. لو انت عملت heating وشلت الميه كلها اللي اسمها heating to dryness، يبقى انت كده هتطلع powder. يعني لو انت عملت heating للسوليوشن ده to dryness، يعني خليت الwater كلها evaporate من السوليوشن، يبقى احنا كده you will obtain white powder. لكن احنا عاوزين نطلع blue crystals، يبقى احنا نعمل crystallization. يبقى example للcrystallization هو ان احنا نobtain
الكوبر 2 سلفيت كريستلز اللي هي الهايدريتد كريستلز اللي هي CuSO4.5H2O من من الكوبر سلفيت سوليوشن اللي هو CuSO4 aqueous. دي كده الكريستاليزيشن، ان انا اطلع كريستلز اللي هي كونتيننج ووتر من من السوليوشن بتاع الكوبر سلفيت. كلمه انهايدروس باي ذا واي يعني معناها without water، عكس كلمه hydrated. انهايدروس يعني without water. يبقى احنا كده السامري للسلايد دي، احنا عندنا الكريستاليزيشن دي ميثود بنستخدمها to obtain solid crystals from a solution زي obtaining copper 2 sulfate crystals from copper 2 sulfate solution اللي هي crystals اللي لونها blue من السوليوشن اللي لونه بلو. طيب دلوقتي خطوات الكريستاليزيشن بتبقى 4 steps. اول step في الكريستاليزيشن هو ان احنا نعمل heating او evaporating، يبقى heat او evaporate the solution. طيب هنبخر او نسخن السوليوشن عشان نبخر المية لغاية امتى؟ هل لغاية اما اخلص كل الووتر اللي في السوليوشن؟ اكيد لا، لان ساعتها زي ما احنا اتفقنا هيطلع لي الانهيدروس كوبر 2 سلفيت لو مفيش ووتر خالص. يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نشيل كل الووتر، احنا لازم نشيل جزء من الووتر ونسيب جزء، بس الجزء اللي احنا هنشيله لازم يكون كبير لدرجة ان السوليوشن لو سبناه يبرد كوبر سلفيت اللي جواه ما يعرفش يدوب فيكون كريستلز. فعشان نقدر نوصل للبوينت اللي احنا نشيل منها جزء كبير من السوليوشن بحيث ان الجزء كبير من الووتر اللي في السوليوشن بحيث ان الجزء اللي باقي الكوبر سلفيت ما يعرفش يدوب فيه، يبقى احنا لازم نوصل للكريستاليزيشن بوينت heat او evaporate the solution to crystallization point. طيب احنا عايزين نفهم يعني ايه crystallization point. الكريستاليزيشن بوينت هي البوينت at which the solution is highly saturated، عند درجة الحرارة اللي انت بتسخن عندها دي السوليوشن بيبقى saturated. The point at which the solution is saturated لدرجة انك لو سبت السوليوشن يبرد الكريستلز تتكون على طول. يبقى the point at which the solution is saturated so that if the solution is cooled is left to cool crystals will form. Left to cool crystals will form. يعني هو النقطة اللي لو وصلت لها السوليوشن هيكون saturated يعني مليان بالملح كتير قوي ومية قليلة قوي لدرجة ان انت لو سبت السوليوشن ده يبرد لروم تمبرتشر لازم كريستلز تتكون. So that if the solution is left to cool to room temperature crystals will form. ممكن نكتب هنا to room temperature. Cool to room temperature crystals form. طيب ازاي بنقدر ان احنا نexamine the point of crystallization او نوصل لها، يعني نقدر ازاي نحدد ان احنا وصلنا للpoint of crystallization ولا لا؟ بان احنا بنجيب glass rod زي glass rod اللي في الرسمة هنا ونحطه في السوليوشن اللي احنا بنشتغل عليه crystallization وناخد drop من السوليوشن على glass rod ونشوفها اذا كانت هتكون crystals quickly ولا لا. فلو لقينا زي التو ايمجز دول، لو لقينا ان الكريستلز ابتدت فعلا تتكون بسرعه على التيب اوف ذا جلاس رود يبقى ده معناه ان السوليوشن بقى ساتوريتد، ولو سبت السوليوشن ده يبرد لدرجه حراره اقل اللي هي الروم تمبرتشر فطبعا السوليبيلتي هتقل، لان كان في جراف احنا واخدينه بيربط ما بين التمبرتشر والسوليبيلتي. تمبرتشر والسوليبيلتي بيقول ان كل ما درجه الحراره قلت الصوليبيلتي
هتقل. فلو انت خليت السوليوشن يبرد وكنا وصلنا للكريستاليزيشن بوينت، هتلاقي كريستلز على طول اتكونت على التيب بتاعت الجلاس رود. يبقى هنا لو سألنا how would you know that crystallization point has been reached أو had been reached، يبقى هنا how can you know، can you know that crystallization point had been reached. يعني عشان نعرف ان احنا وصلنا للكريستاليزيشن بوينت بنعمل ايه زي ما اتفقنا، بندب جلاس رود في السوليوشن بتاعنا by dipping a glass rod in the hot solution، في السوليوشن واحنا بنعمل عليه evaporation للووتر هو لسه سخن، and seeing if crystals form quickly on the tip of a glass rod. If crystals form quickly on the tip of the glass rod. لو اتكونت crystals على tip of the glass rod quickly، يبقى ده معناه ان احنا وصلنا للcrystallization point. طيب بعد ما بنوصل للcrystallization point اللي هي first step، بنسيب بعد كده solution to cool down للroom temperature. يبقى هنا leave the solution to cool. وانت بتسيب solution يبرد طبعا solubility decreases، فالcrystals تبتدي تتكون، crystals will form أو crystals form على طول، crystals form. أول ما الكريستلز تتكون والسوليوشن يكون بارد خالص، بنبتدي step number 3 which is to filter of the crystals. filter of the crystals، إن احنا نجيب filter paper ونبتدي نعمل pouring للسوليوشن اللي جوه الكريستلز من step number 2 بعد ما برد على الفلتر paper. الفلتر بيبر تبان لك شكلها في الدروينج هنا او في الايمج هنا غريب شويه، دي اسمها فلاتد فلتر بيبر، فلاتد فلتر بيبر، ودي زي بالظبط الفلتر بيبر اللي هي فولدد اللي هي شبه الكون، بتبقى الثانيه اسمها فولدد اللي هي بتتحط على شكل الفلتر فانل. الميزه في الفلاتد فلتر بيبر هنا بس السيرفيس اريا اكبر، فعشان كده بتبقى فاستر ريت اوف فلتريشن، لكن مش بالنسبة لنا احنا في السيلبس بتاع O-Level Edexcel، احنا بنشتغل على العادية اللي هي الفولدد فلتر بيبر. المهم من step number 3 هتبقى filter of the crystals. بعد ما خلصنا filtration والفلتر بيبر بقت قدامنا عليها crystals، بتكون الكريستلز دي wetted لان طبعا طلع من solution، فبنبتدي نعمل لها drying. يبقى هنا dry between filter papers. يبقى دي خطوات الكريستاليزيشن اللي هي heat أو evaporate the solution to crystallization point، واتفقنا ان الكريستاليزيشن point هي ال point at which the solution is saturated enough لدرجة ان هو so that if the solution is left to cool أو تساب يبرد للroom temperature crystals form. وقلنا ازاي بنعرف الكريستاليزيشن point، بنعمل dipping glass rod جوه ال hot solution وبعد كده نشوف إذا كان الكريستلز هتتكون بسرعة على التيب اوف ذا جلاس رود ولا لا. لو اتكونت بسرعة يبقى احنا وصلنا للكريستاليزيشن بوينت، وفي الحالة دي بنبتدي نسيب السوليوشن يبرد فالكريستلز تتكون. طب هتقولي طب لو ما كناش وصلنا للكريستاليزيشن بوينت بنستنى شوية نعمل ايفابوريشن لمور ووتر لغاية اما السوليوشن يبقى ساتوريتد، بحيث ان هو اول ما يبرد يكون كريستلز، ودي بنعرفها باي ديبنج الجلاس رود في السوليوشن ونشوف اذا كان الكريستلز هتتكون على التيب ولا لا. بعد ما عملنا كولينج للسوليوشن والكريستلز اتكونت، بنبتدي نعمل فلترنج للكريستلز على فلتر بيبر، وبعد كده بنبتدي نعمل دراينج للكريستلز بتاعتنا بتوين فلتر بيبرز. يبقى احنا الستبس
لو هنكتبها totally كده كلها على بعض. step number one heat أو evaporate solution اللي هو هنا كان copper sulfate solution in an evaporating basin till crystallization point till crystallization point لغاية ما نوصل للcrystallization point. number two بنسيب solution يبرد leave the solution to cool فالcrystals تبتدي تتكون crystals form. بعد ما الكريستلز بتتكون بنعمل فلترنج للكريستلز فلتر اوف ذا كريستلز فاينلي يو دراي الكريستلز بتوين فلتر بيبرز دراي كريستلز بتوين فلتر بيبرز بتوين فلتر بيبرز يبقى احنا عندنا الكيوردز هنا فلتر الاول هيت وبعد كده cool وبعد كده filter وبعد كده dry heat cool filter dry ودول كده 4 marks. احيانا بيبقى فيه option ان انت تعمل between filtering و drying ان انت تعمل washing بس be careful انك لازم تعمل washing with little water so that crystals don't dissolve. يعني انت لو عاوز تعمل washing to remove the impurities من على الكريستال you can wash بس be careful ان انت wash with little water so that crystals don't dissolve. يبقى هنا wash with little water so that crystals don't dissolve. وفي الحالة دي هتبقى الستبس بتاعت الفلتريشن خمسة هيبقى heat cool filter wash dry وهتبقى هنا 5 marks. اخر point بس نتكلم عليها كان في 2 images هنا ال left image او ال left photo دي اللي محطوط جوه التيوب اللي انا هشاور عليها ده اللي هو كان لونه بلو هو ده ال hydrated copper 2 sulfate اللي هو CuSO4.5H2O solid ده اللي لونه بلو. اول ما بتحطه في تيست تيوب بتعمل له هيتنج بتبتدي الووتر تو بي ريموفد فروم انسايد الكريستلز ويتحول الى انهايدروس كوبر 2 سلفيت لونه وايت والووتر اللي طلعت من الكريستلز بتبقى في الاول ستيم وبعد كده بيحصل لها كوندنسنج هتلاقيها دروبلتس على او دروبس على التيست تيوب من جوه موجوده اهي في الحته دي كده هتلاقي ووتر دروبس on the inner walls of the glass tube condensing من الايه من الفيبر اللي كان او من الستيم اللي طالع من الكريستلز يعني هو الكريستلز اتسخنت فالووتر is driven out of the crystals وابتدت بعد كده to condense on the walls of the tube عشان كده في drops او droplets of water condensing هنا هتلاقي هنا droplets او drops of water liquid water. العكس في الفوتو اللي على الرايت الرايت فوتو اللي تحت ده هو الانهيدروس كوبر سلفيت الوايت CuSO4 solid اللي لونه وايت ده الانهيدروس اللي هو without water دي دروبر دي دروبر وجواه ليكويد ووتر ودي دروب من الليكويد ووتر نازله على الكوبر سلفيت اللي هو الانهيدروس اللي لونه وايت فلما كل one particle من الكوبر سلفيت يمسك في 5 molecules of water يعمل crystal او يعمل copper sulfate dot 5H2O solid اللي هو لونه blue اللي هو اللي فوق ده يبقى اللي فوق ده اللي هو CuSO4 dot 5H2O اللي هو الhydrated copper 2 sulfate واللي تحت ده اللي هو الانهيدروس copper 2 sulfate اما في left image اللي تحت اللي كان بيتسخن هو الهيدريتد كوبر 2 سلفيت واللي فوق اللي هو باين ابيض هو ده بعد ما الميه اتشالت منه فبقى انهيدروس كوبر 2 سلفيت. طيب
كده احنا خلصنا كل حاجة عاوزين نقولها على الكريستاليزيشن. ندخل على الميثود التالتة. معلش هو في سؤال افتكرته، بس عاوزين نكتب equation عن الكريستاليزيشن. يعني هنا لو انا قلت لك write an equation to show the crystallization of copper sulfate solution، هتبقى copper sulfate solution هيحصل له crystallization، يبقى كل one copper sulfate كل particle هيمسك في 5 من المية water molecules ويعمل crystals او يعمل copper sulfate dot 5H2O solid crystals اللي هي لونها blue. اللي على الشمال ده blue solution، لكن اللي على اليمين ده blue crystals. دي كده الequation which represents crystallization. عندنا بعد كده الميثود التالتة والرابعة اللي هما distillation. يعني بعد الفلتريشن والكريستاليزيشن في الديستليشن. طب ليه انا قلت تالتة ورابعة؟ عشان هو في نوعين من الديستليشن، في نوعين من الديستليشن، في سمبل وفراكشنال. طيب قبل ما ندخل في السمبل وفراكشنال عاوزين نقول يعني ايه كلمة ديستليشن اصلا. ديستليشن يعني معناها evaporation، evaporation followed by condensation، evaporation followed by condensation. طيب كلمة evaporation لوحدها يعني معناها ان في liquid state هيتحول للغاز state، دي evaporation. وطبعا condensation means ان الغاز state يرجع للiquid state. طيب في كذا طبعا نوع من انواع distillation، لكن syllabus edexcel O level ما فيهوش اكتر من simple distillation و fractional distillation. يبقى احنا عندنا simple distillation و fractional distillation. طيب ايه الفرق ما بين السمبل والفراكشنال؟ اولا السمبل بنستخدمها to separate a liquid from a solution، يبقى used to separate a liquid from a solution. For example لو انا عندي salty water، ده solution salty water، وعاوز اطلع منه pure water، يبقى اشتغل simple distillation. يبقى هنا example separating pure water from salty water، يبقى water فيها salt وانا عاوز اعمل separating للpure water من السولت. طيب وبالنسبة للفراكشن ديستليشن، قبل ما نقول فراكشن ديستليشن بنعملها او بنعمل بيها ايه بالظبط، محتاجين ان احنا نفرق التايبس اوف ليكويدز. احنا عندنا نوعين من الليكويدز، في نوع اسمه ميسبل ليكويد، ميسبل ليكويد، ونوع تاني اميسبل ليكويد. الميسبل ليكويدز زي مثلا الاثانول والووتر، تبص على البيكر اللي فيه اثانول وووتر تلاقي ان انت عندك one layer، يعني الووتر والاثانول هما الاثنين ميسبل توجذر. تبص على الاويل اند ووتر تلاقي two layers، oil and water في بيكر تلاقي two layers، الووتر فوق الووتر تحت والاويل فوق. يبقى الميسبل layers او الميسبل ليكويدز هي الليكويدز اللي بتدوب جوا بعض، اما الاميسبل دول two liquids or more insoluble في بعض. يبقى هنا عندنا نوعين من الليكويدز ميسبل واميسبل. طيب دلوقتي fraction distillation بتشتغل على انهي تايب؟ هل بتشتغل على separating immiscible liquids ولا separating immiscible liquids؟ هي ان الفراكشن distillation بيشتغل على separating immiscible liquids اللي يكونوا عندهم different boiling points. يبقى هنا الفراكشن distillation is used to separate a mixture of two or more two
or more miscible liquids having different bonding points. Miscible liquids having different bonding points. For example, لو احنا بنتكلم على mixture مثلا propanone مع water. ده كده mixture. البروبانون البوننج بوينت بتاعته 56، الووتر البوننج بوينت بتاعته 100. يبقى اقدر اعمل سيبريتنج للبروبانون من الووتر، بروبانون من الووتر بالفراكشنال ديستليشن. يبقى البروبانون البوننج بوينت بتاعته 56 ديجري، تقدر تعمل له سيبريشن من الووتر اللي البوننج بوينت بتاعته 100 ديجري. نفس الفكره الاثانول مع الميه. الاثانول البوننج بوينت بتاعته 78 ديجري، فتقدر بالفرق ما بينه وبين البوننج بوينت بتاعت الميه تقدر تفصل. يبقى انا لو عندي ميكسشر من الثلاثه بروبانون ووتر واثانول اقدر اعمل لهم سيبريشن، لان هما they have different bonding points وفي نفس الوقت هما miscible liquids. طبعا ده الفراكشن ديستليشن. يبقى كده احنا ديستليشن معناها in English evaporation followed by condensation، والإيفابوريشن إن الليكويد ستيت يتحول للغاز ستيت، والكوندنسيشن معناه إن الغاز ستيت يرجع ليكويد ستيت. النوعين اللي موجودين في السيلبس إديكسال أو ليفل هي السمبل أند فراكشنال ديستليشن. طب بنستخدم السمبل في إيه؟ It's used to separate a liquid من solution like separating pure water from salty water. أما بالنسبة للفراكشنال ديستليشن، It's used to separate a mixture of two or more miscible liquids having different boiling points. Propanone, water, ethanol, دول كلهم liquids عندهم different boiling points وفي نفس الوقت هما miscible liquids، وعشان كده تقدر تعمل لهم separation بالfractional distillation. طيب نبدأ أول distillation اللي هو simple distillation. طيب في simple distillation الapparatus اللي احنا نستخدمه، يبقى هنا ايه الابريتس اللي احنا نستخدمه في السيمبل ديستليشن؟ هيكون معانا راوند باتم فلاسك، ادي الراوند باتم او باتمد فلاسك، وده اللي هنحط فيه الميكسشر بتاع السي ووتر او السولتي ووتر. وعندنا الكوندنسر، وهنتكلم على الكوندنسر ازاي بيشتغل. والحقيقه النوع اللي احنا بنشتغل بيه ككوندنسر هو لايبك كوندنسر، ده اسم الساينتست اللي عمل الكوندنسر، مش لازم نقوله. في حتة ازاز كده اسمها ستيل هيد. واخيرا او معلش هو فاضل تو ايتمز برضو، الكونيكال فلاسك وبعديه تو ايتم ثرمومتر والرابر بانك. ثرمومتر وهنا الرابر بانك. يبقى احنا الابريتس اللي بنشتغل بيها راوند باتم فلاسك والكوندنسر اللي هو اللايبك كوندنسر والستيل هيد والكونيكال فلاسك والثرمومتر والرابر بالب رابر بانك. طيب احنا بنassemble الابريتس بتاعت سمبل ديستليشن ازاي؟ السمبل ديستليشن ابريتس از assembled كالاتي. اول حاجه بنجيب الميكسشر بتاعنا اللي هو السولتي ووتر، وبنحطه جوه الراوند باتم فلاسك اللي احنا ممكن نسميه دستلينج او ديستليشن فلاسك. وبعد كده بنحط الستيل هيد فوقيها اللي هي دي. إديكسل ككورس بيعتبر ان الراوند باتم فلاسك والستيل هيد حته واحده. يعني احنا ما بنقسمش في المنهج بتاعنا الستيل هيد من الراوند باتم فلاسك، بنعتبره يونت واحده وبنرسمه يونت واحده. بعد كده بيكون عندي الرابر بانك اهو اللي احنا قافلين بيه الستيل هيد والثرمومتر. طيب الاوبننج بتاع الستيل هيد بيكون متركب عليه ايه؟ متركب عليه الكوندنسر اللي احنا هنقول بيشتغل ازاي حالا. طيب وبعد كده في جزء ازاز كده ادابتر، والادابتر ده عشان خاطر ياخد الدروبس اللي هتنزل من الكوندنسر يوديها جوه الفلاسك اللي هو هيعتبر بالنسبه لي ريسيفنج فلاسك. طيب قبل ما نبدا نقول الابريتس بيشتغل ازاي، احنا قلنا الاسامبلي بتاعته، هنقول بس يعني
بوينت كده على الكوندنسر. الكوندنسر في اوبننج هنا وليكن بوينت دي اسمها اكس، وفي الاوبننج هنا وليكن البوينت دي اسمها واي. طبعا الفيبر اللي هو الغاز بتاعي بيدخل ات بوينت اكس وبيحصل له كوندنسيشن جوه الكوندنسر، يعني بتحول من الغاز ستيت الى الليكويد ستيت وهو خارج ات بوينت واي. طب بيحصل له ازاي عمليه الكوندنسيشن دي؟ نتيجه للكولينج. طيب جات له منين الكولينج؟ الووتر بتبقى داخله له من التاب من الحنفيه ساعه، يبقى دي كولد ووتر. فتبتدي الووتر تدخل ات بوينت اي، فالووتر تملى الجاكيت اللي هو التيوب الاوتر ده، ده اسمه ووتر جاكيت اللي هو التيوب الخارجي جوه الكوندنسر، تملاه بالكامل. وبعد ما الووتر الساعه اللي جايه من التاب تملى الووتر جاكيت، تخرج من فوق عند بوينت بي، تروح فين؟ تروح تو سينك للحوض تترمي. يبقى انا بدخل الووتر اللي جايه من التاب من تحت، تبتدي تعمل فيلينج للووتر جاكيت كومبليتلي لغايه اما تملاه وتخرج من عند بوينت بي تروح للسينك. وبكده يبقى اي فيبر اللي هو في الجاز ستيت يدخل عند بوينت اكس ويمر في الانر تيوب بيحصل له كولينج داون فيكوندنس فيخرج عند بوينت واي ليكويد ستيت. طيب يبقى انا اول ما ابتدي اعمل هيتنج بالبنسن برنر بتاعي للووتر اللي فيها سولت، تبتدي الووتر تيفابريت وتروح عامله كوندنسيشن، بتيفابريت وتكوندنس. فطبعا البارتكلز بتاعت الميه تبتدي تعمل ايفابوريشن وكوندنسيشن سيفرال تايمز، كوندنسيشن وايفابوريشن، لغايه اما الووتر بارتكلز تبتدي تعمل بولينج، يعني تبتدي توصل التمبرتشر بتاعت الووتر لاوفر 100 طبعا عشان يحصل بولينج تحت في الفلاسك، وتبتدي البارتكلز اوف ووتر اللي هي ستيم تخبط في الثرمومتر ودرجه الحراره بتاعت الثرمومتر تعلى، ولان اللي طالع بيور ووتر اللي هو ان ذا فورم اوف ستيم، فبتبقى التمبرتشر بتاعته 100 ديجري. تبتدي البارتكلز اوف ووتر تدخل جوه الكوندنسر وتمشي جوه الانر تيوب ويحصل لها كولينج داون بالكولد ووتر اللي داخل ات بوينت اي، وبعد كده يحصل لها كوندنسيشن هي انتو دروبس اوف ليكويد ووتر بنسميها داستلت، اللي هي بالنسبه لي هنا تبقى اسمها داستلت ووتر، ودي بيور ووتر. وطبعا الميه اللي كانت دخلت عند بوينت اي عشان تعمل كولينج داون للستيم اللي كان داخل جوه الكوندنسر بتخرج عند بوينت بي وارمر ووتر، ودي بيحصل لها يعني بتترمي في السينك في الحوض، يا اما ممكن تعمل سايكل تعمل لها كولينج داون وترجعها تاني ات بوينت اي. ده كده السمبل ديستليشن. يبقى احنا لو هنكتب اللي حصل في السمبل ديستليشن، اول حاجه هنقولها the mixture is heated، the mixture اللي هو salty water is heated، water boils off، water boils off، the steam passes، steam passes through the condenser، through the condenser where it's cooled، where فتبرد it's cooled، so it condenses into liquid water، so it condenses into liquid water which is collected in the receiving flask، which is collected in the receiving flask. يبقى ده اللي حصل
during simple distillation ان الميكسر يتسخن فالووتر ابتدت تعمل boiling off غليت فالستيم مر جوه الكوندنسر فبرد فحصل له كوندنسيشن يعني تحول من الجاز ستيت انتو ليكويد ستيت فرجع اتحول الى ليكويد ووتر اللي حصل له كولكشن جوه ريسيفنج فلاسك ده ريسيفنج فلاسك وبكده يبقى ده كده السمبل ديستليشن. طب السولتس بتفضل فين يا ولاد؟ السولتس دايما بتفضل جوه الديستليشن فلاسك يبقى هنا سولتس remain in the distillation flask. عشان لو حد سألك السولتس هتفضل فين هتقول له جوه الديستليشن فلاسك. طيب في سؤالين عن الكوندنسر. اول حاجه what is the function of the condenser, what is the function of the condenser, ايه هو دور الكوندنسر؟ الكوندنسر بيعمل cooling down للفيبرز عشان يحصل لهم condensation to liquid. يبقى هنا it cools down the vapor, the vapors so that they condense into liquid, so that they condense into liquid. طيب السؤال التاني why water is entered from the bottom of the condenser at point A. يعني هنا why water enters the condenser at point A rather than B. يعني ليه دخلناه من A وخرجنا المية من B مش العكس؟ ليه ما دخلناش الووتر من B وخرجناه من A؟ يبقى هنا why water enters the condenser at point A rather than point B. طبعا simply عشان الووتر تملى الجاكيت completely for better cooling. يبقى هنا to keep the jacket اللي هو الجاكيت ده اللي هو التيوب الاوتر اوتر تيوب وهما تو تيوبز الكوندنسر ده تو تيوبز انر تيوب اللي بيمر فيه الفيبرز اللي بيحصلها كوندنسيشن والاوتر تيوب اللي هو بيعمل كولينج اللي فيه المية داخلة من الحنفية من تحت عند point A وخارجة at point B. يبقى to keep the jacket full of water for better cooling, for better cooling. طبعا لو كانت الووتر اللي بنعمل بيها cooling كانت دخلت من point B كان حصلها sliding على ال inner wall بتاع الكوندنسر اللي هو بتاع الووتر جاكيت وخرجت من تحت without filling the water jacket completely ومن هنا بقت عملية الكولينج not efficient. لكن لما تدخل الووتر at point A فبتبتدي تملى الووتر جاكيت completely تخرج at point B تبقى مالت الكوندنسر كله وبكده بقى الكولينج efficient. يعني الفيبرز اللي داخلة at point X هيصلها cooling down quickly تخرج liquid at point Y. ده كده simple distillation apparatus. أما بالنسبة للfractional distillation apparatus, fractional distillation, فكل الايتيمز أو كل الapparatus اللي بنشتغل بيها في السمبل هي نفسها اللي بنشتغل بيها في الفراكشنال ما عدا بس إنك بتستبدل الستيل هيد اللي هي الهيد الصغيرة دي اللي بتتحط على الإيفابريتنج أو بتتحط على الراوند باتن فلاسك اللي هو الديستليشن فلاسك بنغيرها بكولم طويل شوية. يبقى أنا بنستخدم الراوند باتن فلاسك زي ما هو راوند باتن فلاسك بنستخدمه هو هو الكونيكال فلاسك اللي بنستخدمه as a receiving فلاسك بنستخدمه هو هو برضو الثرمومتر ما بيتغيرش هو هو البنج اللي بنقفل بيها رابر بنج هي هي الكوندنسر اللي هو اللايبك كوندنسر برضو هو هو ما عدا بس الستيل هيد اللي هي الحتة الصغيرة دي بتستبدلها بفراكشنيتنج كولم باكد ويز جلاس بيدز ده عمود تجزئة فراكشنيتنج كولم وبيبقى packed with the
glass beads، يعني بيبقى مليان بحبيات إزاز. الفكرة بقى الفراكشنيدنج كولم الباكد with glass beads بيعمل إيه؟ الفراكشنيدنج كولم أول ما بيتملي بجلاس بيدز أو بيبقى فيه بامبس كده، عشان فيه تو ديزاينز للفراكشنيدنج كولم، في واحد ببامبس وفي واحد بجلاس بيدز، سواء ده أو ده. الفكرة كلها إن السيرفيس أريا اللي الفيبر هيتحرك فيه كل ما بتكبر، كل ما بيحصل مالتيبل ايفابوريشن أند كوندنسيشن، فبيبقى فيه باتر سيباريشن. يبقى دايما لما بيكون في جلاس بيدز أو في بومبس كده اللي هي ممكن نقولها تريز يعني جوه الفراكشنيتنج كولم، فدول وظيفتهم ان هم يزودوا السيرفيس اريا تو انكريز السيرفيس اريا اللي فيها الفيبرز هتبتدي تتحرك. فلما انكريز السيرفيس اريا اللي الفيبرز فيها هتبتدي تتحرك، فكده بنعمل allow increasing the surface area allow for multiple evaporation and condensation allows for multiple evaporation and condensation. وبالتالي اللي هيوصل فوق الأول هو ال most volatile، يبقى هنا for better separation دلوقتي لو انا عندي ميكسشر بيتكون من 3 كومبوننتس، البلو والاورنج والجرين، لو الاورنج هي الموست فولاتايل فكل ما الفيبرز بتاعت الليكويدز، ما هو طول 3 ليكويدز في بعض 3 كومبوننتس دول بيكونوا الميكسشر، فالفيبرز بتبتدي تطلع. كل ما كان الليكويد فولاتايل اكتر كل ما الفيبر بتاعته تقدر انها توصل للتوب اوف ذا كولم اسهل، يبقى اللي هتوصل لاخر الكولم قبل التاني نتيجه لمالتيبل ايفابوريشن وكوندنسيشن حصلوا هو الموست فولاتايل ليكويد، يبقى اخر واحد وصل ده هو الفيبرز اوف ذا موست فولاتايل ليكويد يعني معناها اسهل واحد تو ايفابوريت. لأن خد بالك كل ما بيحصل evaporation و condensation دايما الموست volatile هو اللي بيحصل له evaporation easier، وعشان كده بيقدر يكمل الطريق بتاعه لغاية top of the column. هي وظيفة glass beads اللي محطوطة جوه fractionating column بت increase the surface area اللي فيها vapors بتبتدي to move inside the column، فيحصل لها multiple evaporation and condensation، تطلع وتقع وتطلع وتقع، وهي بتقع طبعا بتنزل تحت في الكولم وتقعد تعمل sliding لغاية ما تنزل تحت، unless طبعا ان في particle طالع ده energy تقدر تكمل فوق. اللي بيكون اسهل واحد يطلع فوق top of the column هو most volatile، عشان كده انت بتلاقي ان في الاخر خالص بقت عندك pure substance طالع في top of the column اللي هو the most volatile liquid أو the vapors of the most volatile liquid هي اللي وصلت الأول. ده وظيفة اللي هو the fractionating column اللي بيبقى مليان بglass beads، إن هو بيزود the surface area اللي the vapors بتتحرك فيها، فبيحصل evaporation و condensation كتير، فبالتالي تبتدي تتفصل the vapors من بعض. the most volatile هو اللي reach the top of the column before the rest، تانيين هتلاقيهم وقعوا. طيب ده شغل الفراكشنيدنج column. الاسامبلي بتاعت الابريتس كله على بعضه بتبقى ازاي؟ انت بتجيب المكسشر اللي عاوز تعمل له فراكشن ديستليشن، وليكن فور اكزامبل مكسشر اوف بروبانون اللي هو الاسيتون، ودي البولينج بوينت بتاعته 56 ديجري، والووتر اللي البولينج بوينت بتاعته 100 ديجري. طبعا البروبانون عشان هو اللور بولينج بوينت يبقى هو الفولاتايل اكتر من الووتر، فانت بتبتدي تعمل هيتنج للميكسشر، وطبعا يفضل انك تشتغل بالكتريك هيتر بدل البانسن بيرنر، لان في ريسك ان البروبانون يكاتش فاير لان هو فليمبل، ف
فالتجارب اللي دايما تلاقي فيها flammable liquids لازم تعمل heating بالالكتريك هيتر او بووتر باث. طيب انت حطيت البروبانون اند ووتر كميكسشر جوه الدستلينج فلاسك اللي هو الديستليشن فلاسك او راوند باتن فلاسك، ورحت حاطط الفراكشنيتنج كولوم فوقيه اللي هو باكد وذ جلاس بيدز، وقفلت بستوبر داخل فيه ثرمومتر، وبعد كده وصلت الكوندنسر اللي مدخل الووتر من تحت ومخرجها من فوق اللي هي بوينت A دي الووتر ان، دي اللي هي بتبقى جاية كولد او كول من التاب وبيخرج ووتر اوت، طبعا بتبقى وارمر وارم ووتر نتيجة لانها خدت الحرارة من الفيبرز. واخيرا في الادابتر هنا اللي هو بياخد الدروبس اللي نازلة من الكوندنسر يحطها او ينزلها جوه ريسيفينج فلاسك as a dustlet. اول ما هتبتدي تعمل هيتينج ويحصل evaporation وcondensation للmolecules of propanone والmolecules بتاعت الwater، يبتدوا هما الاثنين يدخلوا الكوندنسر، يدخلوا الfractionating column، وطبعا نتيجة لان الpropanone is more volatile than the water فالparticles بتاعته بتقدر انها توصل للtop of the column وبعد كده تدخل جوه الكوندنسر. طبعا الثرمومتر هنا البلب بتاعته لازم تكون محطوطة تحت شوية، يعني تكون على البوينت اللي هي فيها فتحة الكوندنسر بالظبط، يعني المفروض الثرمومتر ينزل تحت هنا كده تحت شوية. طيب الفيبرز وانس انها دخلت هنا بتاعت البروبانون ويبتدي يحصل لها كولينج داون بالكوندنسر زي ما احنا قلنا قبل كده في السيمبل ديستليشن، هتحول انتو ليكويد وتنزل دروبس من البروبانون جوه الريسيفينج فلاسك. طبعا تمبرتشر هتبقى موجوده كام؟ 56 ديجري سيلسيوس، هتفضل موجوده 56 طول ما انت بتعمل كولكشن لبيور بروبانون. لكن لو لقيت ان التمبرتشر زادت عن 56 ابتدت تعلى، يبقى ده معناه ان في ووتر ابتدى يدخل مع البروبانون، وبكده لازم تشيل الفلاسك اللي انت بتكولكت فيه البيور بروبانون، لان اللي جاي من الناحية التانية اللي هو من الراوند بوتن فلاسك ده امبيور. خلاص انت التمبرتشر على الثرمومتر خدت ريدنج اعلى من 56 اللي هي البونيك بوينت اوف بيور بروبانون، يبقى ده معناه ان في ووتر داخل مع البروبانون، فلازم اريموف الريسيفر او اريموف الريسيفينج فلاسك عشان الشوية اللي انا لميتهم بيور بروبانون دول ما يبقوش امبيور. طيب هنا يجي السؤال outline how a sample of pure propanone outline how a sample of pure propanone can be obtained from a mixture of propanone and water from a mixture of propanone اللي البوينت بوينت بتاعته 56 and water اللي البوينت بوينت بتاعته 100. الإجابة هتكون في 3 marks. mark number 1 is to heat the mixture، يبقى أنا heat أو boil the mixture، يبقى المكسر of propanone and water هنعمل له heating أو boiling. هو احنا بنعمله heating لغاية ما يوصل ان المكسر يعمل boiling. بعد كده تلاقي البروبانون boils first، propanone boils first، وهو طبعا اللي بيحصل له collection first جوه receiving flask، يبقى collects first. number 3 امتى هنوقف نعمل collection للبروبانون؟ اول ما temperature تزيد فوق ال 56، يبقى هنا stop collecting propanone above 56 degree Celsius. طيب ازاي نقدر نقول ان احنا خلاص عملنا collection للسامبل اللي احنا عاوزينها اللي هي بروبانون؟ يبقى قولنا اول ما temperature تزيد فوق ال 56، يبقى هنا how can you know that all propanone is collected, how can you know that all propanone السامبل اللي انا كنت بعمل لها collection is collected؟ خلاص
اللي جاي هيبقى امبيور. نعرفها ازاي دي؟ when the temperature increases above 56. يبقى هنا when the temperature increases above البوينج بوينت بتاعت الايه البروبانون اللي هي 56. وطبعا من شويه قلنا كسيفتي بريكوشن في الاكسبيرمنت هنا ان احنا نستخدم الكتريك هيتر instead of a bunsen burner since ان البروبانون وزيه طبعا ethanol بيبقوا flammable, فهيكون في ريسك ان هما they would catch fire. يعني لو انت في crack في كسر في الفلاسك او في شرخ صغير وبعد كده كسر الفلاسك والليكويد وقع على البرنر اللي هو البانسن برنر, ففي الحالة دي هيكاتش فاير, اي ليكويد flammable هيكاتش فاير. لكن لو كنا حاطين electric heater طبعا اي flammable liquid ينزل على electric heater تلاقيه يحصل له evaporation. ده كده الابريتس بتاع الفراكشنال ديستليشن.